أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سيدة تقول: أنا امرأة كنت حاملا في الشهر الثالث والنصف، ثم قلبت غسالة الملابس، وبعد هذا اليوم حصل لي نزيف استمر معي 20 يوما، ثم بعدها سقط الحمل الذي في بطني، هل علي كفارة بهذا الفعل؟ وإذا كانت علي كفارة فما هي؟ أخطأت في هذا العمل. الواجب على الحامل أن ترفق ولا تتحمل الأثقال والأشياء التي تؤثر على حملها، لأن حملها أمانة في بطنها تحافظ عليها. ولكن ما دام الحمل ليس له إلا شهر ونصف دون 4 أشهر، الحمل إذا كان دون 4 أشهر وسقط ليس فيه كفارة، لأنه لم تنفخ فيه الروح، ليس فيه كفارة لأنه لم تنفخ فيه الروح.